تلقي مباراتين على انقضاء العقوبة اللي كان أصدرها اتحاد الكرة منذ فترة، مباراة دجلة ثم مباراة الحرس، وبعدها إن شاء الله هيكون كهربا جاهز للمشاركة في المباريات المحلية. إمتى المباراة اللي بعد الحرس؟ والله ما عارفين، يعني احنا بس مستنيين حد في اتحاد الكرة يطلع يقول لنا جدول الدوري بعد مباراة الحرس إمتى وباقي قد إيه. محدش بيرد علينا. هتخلص مباراة دجلة الجمعة، مباراة الحرس، طب بعد الجولة ال 25 بقى عندك 9 جولات، طب على الأقل حط 3-4 جولات قبل مباراة نصف نهائي أفريقيا، الناس بس تبقى عارفة الخريطة بتاعتها. محدش عارف، هتحط 3-4 جولات تلعب نصف النهائي ذهاب وإياب، هتحط بعدها مثلا 3 جولات، فبتتكلم من بعد لعبت مثلا 6 جولات لغاية 20 أكتوبر أو 7 جولات، ففي النهاية هتلاقي الجدول الدوري متبقي منه 2-3 أسبوع بعد 20 أكتوبر، والموضوع سهل وفي إيدينا، بس أنتوا عارفين إن في ناس بتحب تضخم التفاصيل بشكل غير طبيعي. طيب،